أقام سفارة مملكة البحرين في سلطنة عمان الشقيقة حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة بحضور صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والتراث العماني وعدد من كبار المسؤولين في السلطنة ورؤساء البعثات الدبلوماسية. وقد ألقى سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي كلمة أكد فيها أن الاحتفال بالأعياد الوطنية يأتي لتعميق شعور انتماء شعب مملكة البحرين لوطنهم ولقائد مسيرتهم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، كما يؤكد أن مستقبل البحرين يسير بخطى ثابتة نحو المزيد من التطور والازدهار في المجالات كافة. ونوه السعادة السفير بأن العلاقات البحرينية العمانية علاقات تاريخية متميزة وتعد أنموذجا راسخا لعلاقات الأخوة التي تستند إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط قربة وأواصر محبة في ظل التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد. هذا واشتمل الحفل على عرض فيلم وثائقي حول العلاقات الثنائية والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين الشقيقين التي تعكس عمق العلاقات والحرص على تكريسها وتنميتها والمضي بها إلى آفاق أرحب. كما اشتمل الحفل على قصائد شعرية للشاعرين أحمد الكعبي من البحرين وعبد الرحيم الجنبي من عمان، واشتمل الحفل أيضا على أوبريت وطني. نود أن نشيد بالعلاقات التاريخية الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين والشعبين، ونتمنى بإذن الله تعالى المزيد من التعاون، ونسعى دائما مع الأخوة في سلطنة عمان إلى فتح أفاق جديدة لمزيد من التطور والنواة والنماء بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين. وأيضا بهذه المناسبة يعني نحن كبحرينيين نفتخر ونعتز بما حققته البحرين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعمرانية، وأيضا بما حققته من أهداف التنمية المستدامة 2030 وتمكين المرأة، مما جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة. بمناسبة العيد الوطني المجيد 47 لمملكة البحرين وذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم، يطيب لي أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد وإلى الشعب البحريني الوفي وإلى مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة. طبعا حبينا نبارك حق سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى بالعيد الوطني المجيد، وإن شاء الله جعل الأفراح دوم على قيادة البحرين وشعبها، وإن شاء الله دوم نكون عند حسن الظن وعلى الواجب. أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وإلى حكومة البحرين وشعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني، داعين الله العلي القدير أن يعيده أزمنة عديدة وهم بيتم الصحة والعافية، وكذلك نبعث رسالة محبة وتقدير إلى جميع الأخوة البحرينيين في أرض السلطنة ونقول لهم يا مرحبا وسهلا فيكم، أنتم بين أخوانكم وأهلكم.